فالكلمة لأحد أبناء فقيد سيدي عبد الرحيم العثماني تغمده الله برحمته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أفاض على أوليائه وأحبائه وأصفيائه من النور الأحمدي أنوارا، وصلى الله وسلم على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار، وعلى آله وصحبه الأبرار. والحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، حمدا يوافي سائر الآلاء في حالة السراء والضراء. إن القلب ليخشع والعين لتدمع ونحن على فراقك يا أبتي لمكلومون مفجوعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم يا أطيب وأرق وأحن إنسان، ويا من من الله عليك بنعم كنا نستشعرها وأنوار ربانية لعلعت في سماء دارك، وطيب ريح كنا نسعد به عندك بمدحك وتشوقك لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أننا كم من مصائب تحملنا رزقها، وإن المصاب فيك اليوم فيه مصائب، فقد كنت لنا نعم المربي ونعم السند بعد الله عز وجل. ها أنت وقد رحلت عنا إلى حيث سنرحل جميعا، وكما قيل كالأشجار التي تموت واقفة وهي تعطي الظل والخضرة والثمار لكل من أحاط بها. فكل أبيات الرثاء وعبارات الأسى والحرمان لن تبلغ ما نشعر به في فقدانك، لأنك تركت فينا جرحا عميقا، جرحا غائرا لا ولن يندمل مهما توالت الأيام. ولكن يبقى رجاؤنا في الله عز وجل أن يحشرك في زمرة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حن إليهم ولم يرهم، والذين وصفهم ممن خلقهم الله من القسم الثالث من صفاء وبياض نوره الذي خلقه بقدرته. فإذا كان يوم القيامة عاد كل حسب ونسب إلى حسبه ونسبه، فاللهم ألحقنا وآباءنا وجميع المسلمين بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحققنا بحسبه، وارحم أبانا تحت الأرض واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم البعث، هو وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قبره برضاك ونورك، ويمن كتابه ويسر حسابه، وثبت على الصراط المستقيم أقدامه، وأسكنه مع النبيين والأولياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أحباءنا الكرام، لقد توفي الأستاذ الفنان المدرسة الحاج عبد الرحيم العثماني، وكما قيل لي من طرف أحد أساتذتي أستاذ عزيز العالمين أطال الله في عمره، سيظل حيا في كل أشعار وقصائد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيبقى ساكنا في قلب جمل الموسيقى الأندلسية، وستتذكره وتبكيه ميازين وتواشي الآلة، وستشتاق إلى جواباته برولة نحن في حضرة الرسول جلوس، وتخالل يا طلعة البدر لولا أنه بشر، وتالله لو خيروني في محبتكم، وصنائع جرح قلبي من الهوى، وآخر صنعة غناها لي وهو في فراش الموت، فما كان ظني أن هكذا يفعل الهوى، إنه حب رسول الله. وستحيي ذكراه قصيدة المعراج، وسرابت نبدأ باسم الكريم مول القدرة، المعين دايم لخفة حالي،
ونتني في صلاة زين البشرة المفضل عين الرحمة ديان جالي وقصيدة صلوا على الصديق الصادق جد الشرف نور العين إمام الأنبياء بن قاسم محبوب ربنا الرحمن صلى الله عليه وآله كما سيتردد في صداه فيها الغفار غفر النبي في جميع الوزار يا الرحيم ترحمني ومن روح قبري ويا المصطفى غير عليا ليت قبري بغيت نشوفك بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله فلله الأمر من قبل ومن بعد ويا سعد قوم بالله فازوا ولم يروا في الورى سواه ويا مادح المختار مدحك أطرب وعن سر مكنون المحبة أعرب سيداتي سادتي لا يفوتني وأنا أخط بدمعي هذه الكلمات إلا أن أشكركم على مواساتكم لنا في هذا المصاب الجلل وأن ندعو الله عز وجل أن يبعد عنكم الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن أقول إلى الأساتذة سيدي عبد السلام العاملي والفنان المقتدر محمد بريول والسيد أندري أزولاي والفنانة فرانسواز أطلون والشريف كريم الإدريسي وأعضاء الطاقم الطبي الذين أشرفوا على العملية الجراحية وإلى كل من ساهم في محاولة إنقاذ روح والدي روح والدينا جميعا لقد قمتم ببذل كل الجهد لأجل الحفاظ على حياته وإنقاذه من تجرع كأس المنون لكن قضى رب الأنام محيي العظام ألا يدوم الحال فجزاكم الله عنا كل خير واحتسب صنيعكم بالحسنات فإنسانياتكم لامسناها عبر كل مراحل تتبع حالته الصحية أما أحباءنا في الله عز وجل وكل من ترحم ويترحم على والدنا من قريب أو بعيد من محبين ومخلصين في ودهم لوالدنا طيب الله تراه نرجو من الله الكريم الحليم ألا يحزنكم وأن يصبرنا وإياكم على فقدان كنز من كنوز الإنسان الفنان المبدع والمتمكن من آليات اشتغاله والمدرك لمعاني ولب صنعته والذي يعد من بين الرجال الذين بصموا تاريخ الموسيقى الأندلسية والملحون بصوت وأنامل من ذهب وختاما نعرب عن شكرنا وامتناننا الكبيرين للسادة أعضاء جوف المرحوم الحاج الكريم الرئيس كل باسمه وعلى رأسهم الأستاذ المقتدر سيدي محمد بريول والسادة والموالع المحبين المخلصين للفن والفنان المغربي والقيمين على إحياء هذه الذكرى العطرة كنت أود أن أذكر أسماءهم إلا أنهم أوصوني وجزاهم الله كل خير كما نتقدم بأسماء عبارات التقدير والاحترام للأفاضل رؤساء الأجواق والسادة مادحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الفنانين والفنانات كل واحد باسمه على تحملهم عناء السفر فمشاركتكم لنا هاته لا تقدر بثمن وسنظل نحملها في قلوبنا دائما والشكر موصول لكل جمعيات هواة الموسيقى الأندلسية وأعضاء ليلة الولاعة والمحبين الحاضرين وقد أحسسنا أن لنا أسرة كبيرة بقلب وحب كبيرين وأن الفقيد رحمه الله لم يكن ملكا لنا فقط بل لكل صغير وكبير في هذا البلد الكبير فالله نسأل أن يمتعكم بكل عزيز وألا يفتننا ويجمعنا وإياكم في جنة الفردوس والنظر في وجهه الكريم وشفاعة المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر وعدد الكلمات ربنا التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا لكم محبكم محمد بن عبد الرحيم العثماني.